بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم يا أحلى متابعين قناة الريف حياتي. النهاردة احنا متواجدين في سوق بالقاس العموم الدولي، بنقدم لكم كل جديد وحصري إن شاء الله. هنتعرف النهاردة على أسعار الحمير. عم فرج يا حاج فرج، ايوه ده كلم الراجل صباح الفل يا عم فرج، عامل ايه يا غالي؟ معاك ايه النهارده يا غالي؟ بسم الله ما شاء الله. لا يا عم فرج ركبها يا عم فرج من الحق. لحظه يا عم فرج، عايزين نسالك سؤال بعد اذن. لو اي حد مثلا حاب ينزل السوق يشتري حمار ولا حاجه، وعاوز يعرف في الحمار كبير ولا صغير، بقول لك افتح السن كسرة اتنين قفله، يعرف ازاي يعني بعد اذنك؟ يعني يعرف راجل بيعرف الحمار، يعني لو واحد رايح يشيل حمار من الساده المشاهدين مثلا او بيمه او اي حاجه وعاوز يعرف العوم، اقول له سنها عامل ايه؟ بقول له خنصر قفله كده يعني. افتح السن كده لما نشوف. قفله يعني كبيره في السن. بكام يا عم فرج الحماره دي؟ 42. 42 البيضه. طب اركب كده يا عم فرج بعد اذنك. حمارة قفلة 4200. اطلع يا عم فرج توكل على الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. رقم تليفونك يا عم فرج كده ممكن؟ رقم التليفون يا عم فرج، خليك زي ما انت. 0000 89 60 74. عم فرج الزيات قطور، المعلم فرج الزيات قطور، ربنا يبارك يا عم فرج. وليه يا معلم وليه؟ دي السن بتاعه ايه؟ عامله كام دي يا غالي؟ 35 3500 جنيه. اركب يا عم فرج اركب بالصلاة على النبي. طب فرج عيد النمسا. بسم الله بسم الله ما شاء الله. ماشي يا عم فرج الله يبارك. شوف السن. يا ريت. افتح السن. انت بتقول قفله بس نفتح السن نشوف السن. يعني نشوف السن بس. تمام ربنا يبارك يا رب. في حاجه ثانيه يا عم فرج معاك؟ غالي اصفر. صباح الفل يا رجال. طب معاك حاجة يا معلم؟ بكام يا عم الشحات؟ السن ايه؟ سنتين 3500 جنيه. 55